سبع نصايح للبنات كلهم وبالاخص اللي بيحاولوا يلبسوا لبس شرعي. رقم واحد، وحضرتك بتشتري العبايه ارمي منها الحاجه اللي هقولك عليها دي، حاجه مؤذيه لحضرتك جدا ومؤذيه كمان للناس وممكن تضيع ثواب حضرتك اصلا. ده الحزام بتاع العبايه، ده ثعبان مش حزام والله، زي الكل اللي بيشوفوكي بيجسم شكل الجسم بشكل انت لا تتخيليه، ارميه هيضيع ثواب. رقم اتنين، عينيكي والكحل بلاش. والبنات اللي قدام شويه في لبس النقاب ليهم طرق بيعرفوا يعملوها، بيعرفوا يداروا عينيهم وهم ماشيين بحيث ان عينيهم ما تبقاش باينه وفي نفس الوقت يكونوا شايفين. يا ريت يكتبوا للبنات اللي لسه جداد بيعملوا ايه علشان يعملوا زيهم. رقم 3، ما تلبسيش شنطه الظهر او شنطه الكتف من فوق اللبس علشان هتجسم شكل جسمك برضه. رابع حاجه، البسي تحت العبايه لبس سميك، قماشته تكون تقيله شويه علشان شكل لبس النقاب دايما بتبقى قماشته خفيفه شويه مع الهواء او مع الحركه بيجسم شكل الجسم. رقم 5، بلاش الجوانتي النص اللي بين الصوابع. لو على الموبايل ممكن وانت بتشتري تقول انا عايز الجوانتي اللي بينفع على التاتش، وبلاش مونوكير وحنا في الشارع الله يرضى عن سيادتك. سادس حاجه، اشتري طرحه طويله بحيث تنزل لحد ركبتك او الحفا او اسدال او عبايه الرأس.